زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم في بداية حلقتنا، انطلق موسم حصاد وتوريد محصول القمح في المحافظات، وتم فتح نقاط استلام وتوريد القمح المحلي واللي بتتنوع ما بين الصوامع والشون المطورة والهناجر، مع التوجيه بسداد مستحقات الموردين والمزارعين خلال 48 ساعة من التوليد. عايزين نعرف تفاصيل أكتر. معنا على التليفون الأستاذة فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية. صباح الخير على حضرتك أستاذة فايزة، ولو حضرتك في البداية كده تعرفينا إجمالي المساحات المزروعة بالقمح عندكم قد إيه في المحافظة؟ هو المزروع طبقا لبيانات الزراعة طبعا 394 ألف فدان. 394 ألف، هل المساحة زادت ولا هي نفس المساحة بتاعت السنة اللي فاتت؟ هو على الإحصائية بتاعتهم إنها زادت. تمام. طيب يا فندم، بالنسبة للصوامع والشؤون التخزينية بالمحافظة، أولا بالنسبة لتجهيزها وصلت عددها لكام لاستقبال توريد القمح؟ عندي دخل معايا في التوريد السنة دي 12 صومعة، منهم أربعة حقلية والباقي 8 صوامع كبيرة. بالنسبة لتجهيزهم؟ دول صوامع. بالنسبة للمراكز التجميع عندي بما فيهم الصوامع، وصلنا ل 56 نقطة لتجميع القمح السنة دي إن شاء الله. طيب معلش عشان نفهم العملية أكتر يا أستاذة فايزة، القمح بعد المزارعين ما بيحصدوا القمح من الأرض، المراحل بتوصل إزاي لحد ما يوصل للصومعة في النهاية؟ هو الفلاح متعود إن هو بيحصده وبيعبيه وبيدرسوا بعد كده، ماشي، بيعبيه في شكاير. تمام. يا اما هو بعد كده بيجيبه للشونه او الصومعه، او تاجر بيشتريه منه وبيوصله للشونه او للصومعه. علشان كده احنا بنفتح مراكز كبيره في محافظه الشرقيه منتشره في انحاء المحافظه، علشان نبقى يكون اقرب نقطه للفلاح او للمزارع. دي اللي هي مراكز التجميع بقى يوصل لها. طب يا فندم، حضرتك قلتي انه بالنسبه للمساحه المزروعه يعني حسب هذه الاحصائيه، انتم متوقعين ان انتم يتورد لحضراتكم قد ايه تقريبا؟ والله احنا بنتمنى ان ربنا ان شاء الله تكون طبعا دي احصائيه مديريه الزراعه عندنا اللي بتقولها على الارض المزروعه، لكن التوريد ان شاء الله احنا منتظرين. يعني هل في رقم معين احنا بنقارن بيه؟ يعني السنه اللي فاتت مثلا في نفس التوقيت تم توريد رقم كذا، هل احنا مستنيين نفس الرقم، مستنيين اكبر؟ ان شاء الله ان شاء الله يكون نفس الرقم او يزيد ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله ربنا يوفق ان شاء الله، ويعني مع شمين ربنا ان شاء الله ان الانتاجيه بتاعت الفدانه تكون اعلى شويه عن السنه اللي فاتت. فربنا يسهل ان شاء الله ونقدر نجمع محصول القمح، لان طبعا القمح ده محصول استراتيجي بالنسبه لمصر كلها، لان القمح ده هو الرغيف اليومي بتاع المواطن. يعني القمح اللي بنجمعه في موسم القمح ده هو يعني اللي بيتصنع منه الرغيف بتاع المواطن طبعا. اللي أكيد احنا بتاع أكيد كل يوم الصبح. اكيد. نشكر حضرتك، شكرا جزيلا الاستاذه فايزه عبد الرحمن، وكيل وزاره التموين بالشرقيه. شكرا لحضرتك يا فندم.